king and his son have defeated a mighty empire, inheriting an extravagant hourglass and a mysterious dagger that contain the mystical powers. سنة 2003 دي كانت سنة حلوة خالص بالنسبة للجيمرز، تمام، علشان ظهور لعبة برنس اوف بيرشيا ذا ساندز اوف تايم. في الوقت ده اللعبة كانت روعة جدا وحاجة جميلة فوق المقاييس. ازاي؟ بسبب قصة حلوة، جرافيك جميل، موسيقى فوق الروعة، سيناريو وحوار حلو، حركات أكروباتية والفايت بالسيوف والبازلز والحاجات الحلوة دي كلها كانت عبارة في جيم واحد اللي هو برنس اوف بيرشيا ساند اوف تايم، تمام. وكانت جميلة طبعا خالص. ونزل بعد كده جزئين اللي هي بتاعت برنس اوف بيرشيا وورير وذين، والجزء الثالث اللي هو في سلسلة اللي هي ساندز اوف تايم اللي هي برنس اوف بيرشيا تو ثرونز. الصراحة كان أحلى جزء في الثلاثة دول كلهم اللي هو الجزء الأول اللي هو ساندز اوف تايم، طبعا عشان كان مشترك فيها اللي هو صانع السلسلة دي كلها اللي هو جوردون ميشنر، اللي هو ابتدى سلسلة برنس اوف بيرشيا من سنة 1989، تمام، يعني من زمان خالص، وهو اللي ساهم في العمل بتاع 2003 اللي هو ساندز اوف تايم. الخبر الحلو بقى طبعا والجميل واللي فعلا كنا مستنيينه، تمام، ومدام كانت يوبي سوفت كانت ركنة السلسلة دي خالص وكانت هريانة الصراحة، كل شوية أساسن كريد في اليونان، أساسن كريد في الجيش، أساسن كريد في الطيران، أساسن كريد يعني ايه، نفس حكاية اسماعيل ياسين في تمام، فخلاص يعني. وركنت سلسلة برنس اوف بيرشيا، لقينا خبر حلو، تمام، انه فعلا ابتدى الاعلان على ريميك رائع، تمام، لنفس الجزء الاولاني اللي هو برنس اوف بيرشيا ساندز اوف تايم، تمام، بجرافيك احلى، تمام، هيبقى تقريبا نفس القصة نفس كل حاجة، بس طبعا الفيجوالز والمناظر والحاجات دي هتبقى جميلة. هل يا ترى هيبقى بنفس قوة الجزء الاول؟ تمام، ده اللي هنشوفه طبعا. لازم يبقى فيه حبة تجديد، يعني مش شبه في كل حاجة، عشان الناس يعني تحس ان هي بقى ايه، ان المنتج اللي هم هيشتروه ده يبقى جميل خالص، مش كابي وبيست يعني، تمام. احنا كلنا طبعا مستنيين على حرم الجمر اللي ما هو هينزل، وان شاء الله هينزل في 21 يناير السنة الجاية، تمام، يعني خلاص هي مسألة شهور، تمام، وفرصة عشان الجيل الجديد يتعرف على برنس اوف بيرشيا ويريحوا شوية من اساسن كريد، تمام، علشان السلسلة دي الصراحة كانت جميلة قوي، بس هو بقى اللي حصل بقى. وبنتمنى طبعا الريميك يبقى جميل، ولما ينزل ان شاء الله هنجيبه ونلعبه ونقول انطباعاتنا عليه. وشكرا، واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.